حمل رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي كل الأطراف المعنية وخاصة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن أي عمل يؤدي إلى التصعيد الخطير للأحداث وتقويض مسيرة المفاوضات. إن مجلس النواب المصري يحمل كل الأطراف المعنية وخاصة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن أي عمل يؤدي إلى التصعيد الخطير للأحداث وتقويض مسيرة المفاوضات للوصول إلى حل سلمي يحقن دماء المدنيين ويهيب المجلس بالأطراف كافة أن تعي جيداً أننا إزاء معالجة أوضاع بالغة التعقيد وشديدة الحساسية ولا يوجد فيها طرف هو الأعلى كعباً أو الأرسخ قدماً وأنه لا فكاك من تبني لغة الحوار والتفاوض كوسيلة لحل الخلافات والاستماع لأصوات العقل بدلاً من صوت السلاح بغية بلوغ اتفاق يؤدي إلى إنهاء المعاناة الإنسانية التي يتجرعها الشعب الفلسطيني وإتمام تبادل الرهائن والسجناء وبدء مسيرة تؤدي لقيام دولة فلسطينية.